كل هالأجهزة العتيقة مجتمعة صار التليفون، وتطورت التكنولوجيا والحياة وتطورت التليفونات وصار في عنا تواصل اجتماعي، شيء حلو. لكن إنه يصير هالموبايل كل حياتنا، هذا مو طبيعي. معقول بعصر التواصل الاجتماعي يصير تباعد إنساني؟ معقول نعزي على الفيسبوك ونهني SMS؟ معقول نواسي مجروح بتويتر ونزور مريض سكايب وتليجرام؟ معقول نوصل الرحم واتساب جروب؟ في أشياء بهالحياة ما ينفع فيها الرسائل، أشياء تحتاج لحضورك وتواجدك، تحتاج لتواصلك الشخصي. كل وسائل التواصل الاجتماعي في العالم ما بتساوي نظرة عين أو دفع إيد على الكتف بلحظة ضعف أو حاجة. تواصلوا بالمشاعر مش بالإيموجيز.